صباح الخير. اليوم بغيت أخذ رأيكم في موضوع شوي في فلسفة، فطولوا بالكم معي. بس صار لي كم يوم الموضوع يتقلب في مخي، وبداية الموضوع يعني فكرة الموضوع جات من حوار سمعته مؤخرا بين شخصين عندهم الوعي جدا عالي، فالحوار كان جميل. خل أقول لكم عنه. فالحوار من اسمه، كان اسم الموضوع، كان يتكلمون عن التوازن عامة. فمن اسمه تحسون أوكي، التوازن في الحياة مطلوب، التوازن في الأكل مطلوب، التوازن في المشاعر مطلوب. بس هم كانوا يتكلمون أكثر عن التوازن الروحي، بما معنى أن الشخص لك اللي يكون متزن ما المفروض أنه ينجرف كثير مع الحزن، ولكن أيضا الشخص اللي عنده هذا الاتزان ما المفروض أنه ينجرف كثيرا مع السعادة أيضا. أوكي، فهي هذه المرأة طرحت هذا الموضوع. فالريال اللي معاه اللي قاعد يتحاور معاها قال لها لا، بس أنا أفهم قصدك، بس أنا أعترض. فقال لها ليش أنا أعترض؟ لأن أنا عارف أن روحانيا ونفسيا مفروض أن الشخص يكون عنده اتزان. يقول ولكن الإنسان عادة أحلى ذكرياته في حياته، الأشياء اللي فعلا ترسخ في المخ، هي عادة الأشياء اللي ما نسويها من اتزان، اللي نسويها من جنون. مثلا وقت اللي رحت تسلقت الجبل الفلاني، هذه الذكرى. وقت اللي اتخذت الرحلة الفلانية، وقت اللي حتى اتخذت قرار الزواج في ذاك الوقت وكان قرار صعب فعادة ما تكون هذه الأشياء اللي ذكرياتها تبقى، عادة لا تحدث من مكان اتزان. فأنت شلون تقولين أن الهدف هو لازم يكون التوازن؟ فأنتم متخيلين أن أنا الحين قاعدة أسمع هذا الحوار بينهم. فلما هي تتكلم عن الاتزان الروحي وأهمية الاتزان الروحي والنفسي وكذا، أحس إيه طبعا، يعني هذه مهم، هذه شيء من أهم الأشياء في الحياة. وفي نفس الوقت لما أسمع الكفة الثانية أنه يعني كل الأشياء الحلوة تصير من جنون، حتى الطبيعة اللي هي مفروض تكون متزنة وعلى الفطرة وكذا، حتى الطبيعة ساعة تثور وتسوي عواصف وتسوي كذا، فتلخبطت شوي، حسيت أنه وين المفروض إحنا نكون فعلا؟ هل مفروض فعلا حياتنا تكون دائما فيها اتزان ولا لا؟ فبعدين إجابتها هي اللي خلتني أبي أعرض هذا الموضوع عليكم. يعني قالت له أن الحياة دائما بتوديك فوق تحت، دائما بتكون في أشياء سعيدة وأشياء حزينة، وأشياء توديك يمين وأشياء توديك يسار، ولكن اللي ينجرف عادة يكون الإيجو، يكون الأنا، اللي لما يصير شيء سعيد بسرعة أتفاعل معه. لما أحد يقول لي مثلا أوه أنت فظيعة، أنت عجيبة، أنت كذا، من اللي يستانس؟ الإيجو، يعني يحس أنه أوه أنا الحين فعلا أنا شيء فظيع. ولكن الروح مفروض أنها تتم ثابتة، الروح ما المفروض أنها تروح وترجع. وإذا إحنا دائما رايحين صاعدين نازلين مع ظروف الحياة، معناته أن إحنا عايشين على مستوى الإيجو، يعني عايشين من مستوى الأنا مو من المستوى الروحي. خل أوضح لكم زيادة، لأنه هو مبدأ عود طبعا، لازم شوي نصغر عشان نقدر نبلعه. فقام هو سألها السؤال اللي يمكن يكون على بال كثيرين اللي من اللي يسمعون هذا الموضوع، أنه يعني إذا أنا دائما في حالة اتزان وعايشة من مستوى الروح، معناته أنه ما بحس وايد في الأحداث السعيدة في حياتي، أنه أوكي فعلا ما بدخل في الحزن وما بولول فيه، بس إذا معناته صار فيني شيء سعيد بعد لازم أكون متزن وبعد لازم أكون كذا، معناته ما بدخل في هذه الفرحة اللي تغمر لما يكون الشخص سعيد، لأن معناته هذه إيجو. قالت له صح، أنه فعلا أنت ما بتدخل في هذه السعادة الغامرة، ولكن أيضا ما بتدخل في الحزن اللي بتغرق فيه. وإذا أنت يصير فيك شيء سعيد، طبعا إحنا لأن ليش أنا أجيب مثال السعادة؟ لأن مثال الحزن ما حد يبي يدخل في الحزن، ولكن إذا أنت بتدخل حتى في السعادة الغامرة اللي فعلا فعلا بتصدق وبيصير كل شيء صج، هذه من أعراض الروح اللي في بدايات تطورها، اللي ما تطورت وصلت إلى مستويات عالية. معناته أن إحنا للحين على المستوى الدنيوي اللي شيء يحزننا وشيء يفرحنا، فعلا كلنا نبي نفرح صحيح، ولكن الروح المتطورة بالنسبة لها هذه أشياء صغيرة سطحية. وأحد التشبيهات اللي هم سووها في هذا الحوار أنه كأنه في بندولم، تعرفون البندولم، ما أعرف اسمه بالعربية، يعني هذه اللي نسحبها من صوب وبعدين نهده ويروح ويرجع، يروح يرجع يتأرجح. فكل ما احنا نسحبها من جهة
لازم بيكون في رد فعل حق هذه الحركة. فما يصير أنا بس أكون في حزن، معناته أن كل مرة أسحب الحزن إلى هذه الجهة بهده، وبعدين بيصير مرة ثانية سعادة. فالحياة كذي، فالحياة دائما إذا يكون في شيء مبالغ فيه لهالدرجة، أو حتى عشان بس التوازن، يعني إذا صار في حزن يصير في فرح مرة ثانية، بس ولكن إذا صار في حزن شديد يمكن لازم ترجع الكفة ثانية وبتتوازن مرة ثانية بيصير في فرح شديد. والعكس صحيح، وهذه النقطة الأهم، إن لما يصير في فرح شديد لازم بيكون في حالة معاكسة اللي هي ندخل فيها، مو بشرط في حزن، بس يمكن ندخل فيها في اكتئاب، يمكن ندخل فيها في هدوء نفسي. وهذا اللي كانوا يتكلمون عنه أكثر شيء، إن إحنا عشان نتفادى رايحين راجعين مع هذه البندلم لازم نروح على مستوى الروح، فكأن إحنا نترك هذه البندلم كله ونرتقي فوقه. فتتخيلوا إن إحنا كأننا قاعدين فوقه، فهو قاعد يروح يرجع، حزن سعادة حزن سعادة، ولكن إحنا قاعدين فوقه. وبهذه الطريقة ممكن إن إحنا ما نقع في فخ النزول اللي يصير بعد الفرح. الأمثلة اللي يستعملونها للتشبيه المغنيين كمثال، الحين أنا لما أمغنيين أو يتحدثون قدام ناس كثيرين، لما أنا أوقف على مسرح وأتكلم أو أغني أو ويصير في جمهور كبير يتفاعل معاي ويرسل لي حب ويرسل لي إعجاب ويرسل لي كذا، فأنا عايشة، فأنا الحين سحبت هذه البندلم ليه آخر شيء، ليه قمة السعادة والنشوة والشعور يعني خلاص الإيجو وصل، يعني فعلاً سعيد مرتاح. لما يرجعون غرفتهم بعدين في الليل، وهذه يصير كثير، عشان كذي كثير من المشاهير والمغنيين يصير فيهم اكتئاب ويضطرون يأخذون مخدرات ويأخذون كذا، لأن الهبوط اللي يصير بعد هذه السعادة الغامرة هبوط جداً عالي، فمشابه للاكتئاب أو مشابه لشيء نازل يعني. فيرجعون بعدين غرفتهم بروحهم، وهذه إنه يحس إنه لحظة، أنا الحين مو مهم، أنا توني كنت مهم قبل شوي، فيصير فيه حزن. فهذا المثال يمكن يقدر يوضح لنا هذا التغيير اللي يصير اللي رايح راجع، لأن كثير من الأشخاص معتمدين في سعادتهم النفسية على الأشياء الخارجية اللي تصير، إيش كثر ناس حبوني، إيش كثر لايكس حصلت، إيش كثر فولوورز عندي، إيش كثر فلوس عندي، حتى إيش كثر عيال عندي، إيش كثر أنجزت. هذه كلها أشياء تي وتروح، وكلها أشياء لها شيء معاكس. يعني إذا أنت علقت سعادتك على عيالك، بعدين طلعوا عيالك من البيت تزوجوا وصار وتبع، يرجع مرة ثانية يصير إلى الحزن مرة ثانية. معناته أنا علقت سعادتي على شيء ثاني. ولكن إذا أنا أعيش على مستوى الروح، أطلع فوق البندلم وأقعد فوق كأني متربعة فوقه، هو يروح ما بيأثر. وهذه ابدا لا يعني ان انا لما صار فيني شيء سعيد وانا قاعده على مستوى الروح معناته ما حسيت فيه، لا بالعكس، انا حسيت وحسيت بعيالي واحبهم. يعني في ناس يقولون لي انت ما تعرفين الامومه شلون، لا اعرف الامومه وعندي عيال وعارف الحب الجارف اللي يصير في هذه الحاله، مو معناته انا ما كنت موجوده ومو معناته انا ما حسيت، بس معناته ان انا اظل في هذا المكان المتزن. ولما قعدت أحلل زيادة هذا الموضوع حسيت أنه هو مشابه في نظري أنا للصراط المستقيم. يعني كل ما أقعد أفكر يعني وين هو هذا المكان اللي تقعد فيه الروح باتزان وما تنجرف مع الأحزان ومع السعادات ومع الأشياء الدنيوية، كل ما أفكر فيه زيادة هي في بالي كلمة أو آية الصراط المستقيم. لأن فعلاً إذا إحنا فعلاً على الصراط المستقيم نقدر نشوف ونقدر نعيش، ولكن روحنا على الصراط المستقيم اللي ما يتحرك وما ينجرف. وطبعاً إذا بندخل في الشخصيات التاريخية ولا حتى الشخصيات الحالية اللي عندها تطور روحي عالي، صعب إن نشوف أحد منهم يشتاط حتى وايد بسعادة حتى على أي موضوع. يعني خلنا نأخذ مثلاً حتى إيكهارت تولي، ولا حتى بناخذ الرسل في التاريخ، صعب ان نقول ان اهما والله لما صار فيهم شيء حزين حزنوا اكيد يعني، ولكن انهم انجرفوا في الحزن وخلوا الحزن ياكلهم، او حتى ان لما صار شيء سعيد ما تشوفون واحد متطور روحانيا يقول اوه الله ما صدق يعني شيء وايد عجيب شيء، لا، لانه هو عنده هدف روحي هو اعلى من ذي وذاك. يعني فهو ما قاعد على هذا المستوى، سعادته ما بتي اصلا من هذه الاشياء اللي قاعده تي وتروح.
وطبعا هذه هو يعني ما احس انه هو مكان سهل ان الواحد يوصل له، يعني لو هو كان سهل كان ما احنا نقول يعني اهدنا الصراط المستقيم كل يوم ندعي ربنا يهدينا الصراط المستقيم، هذه تحليلي انا. فلو هو كان شيء سهل كان كل الناس عندنا، عشان حتى ما بنكون نتكلم في هذا الموضوع، ولكن هو مو شيء سهل لان احنا قاعدين ننجرف في الحزن وقاعدين ننجرف في السعاده وقاعدين ننجرف في الحياه اليوميه، حتى في الملل، حتى في الاشياء اللي ما عجبتنا في حياتنا الحين. ف وما اقول لكم ان انا وصلت يعني يا ريت يعني. فطرحت الموضوع اليوم عشان انتم تقولون لي شنو رايكم، لان في البدايه انا كنت مع ذاك الموضوع، مع الكفه الثانيه، انه يعني بالعكس كل شيء جنوني حلو، بس بعدين اكتشفت انه لا ترى الروح تتخبط. ف ما اعرف انتم ايش رايكم، انتم قولوا لي ايش رايكم، يعني حسيت انه هو حوار حلو، حلو ان الواحد يفكر فيه ما دام الحين ويكند جاي. فحطوا لي رايكم، واكيد كالعاده هذه الحلقات مثل كل الحلقات اللي قبل بتنزل على قناتي في اليوتيوب، فلا تنسون تشتركون في القناه في اليوتيوب عشان توصلكم الحلقات اول باول، وايضا حطوا لي تعليقكم على اليوتيوب، لان اليوتيوب هالايام عندي شوي وقت اكثر اني اقرا التعليقات وان حتى اتجاوب معاها. فنشوفكم ان شاء الله هناك. ولكن في هذه الاثناء بحط لكم مقطع صغير من هذه الحلقه على انستغرام عشان تحطون حواركم في التعليقات عشان اقدر اقراهم، نشوف انتم ايش رايكم، عشان انتم تشوفون تعليقات بعض. انا توصلني تعليقات كثيره على سناب شات، اعذروني ما يمديني افتحها وما يمديني اجاوب عليها كلها، ولكن على انستغرام على الاقل انتم تشوفون تعليقات بعض تقدرون تجاوبون بعض. فروحوا الحين انستغرام، بحط الحين مقطع منها ويصير نكمل الحوار هناك.